ما حكم ذهاب المرأة للتعزية لإحدى قريباتها أو صديقاتها علما بأنها لن تلتقي بها دون الذهاب إليها؟ لا بأس بهذا أن تذهب إلى صديقتها أو قريبتها لتعزيها بشرط أن لا يكون هناك اجتماع، بل تعزي وتنصرف أو تعزي وتجلس قليلا وتنصرف. أما الاجتماع للتعزية فقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله أنها أنه مكروه، لأن هذا يجدد الأحزان ويقويها. نعم، جزاكم الله خيرا.